اعتدنا مشاهدينا الكرام على سماع أخبار تتعلق بسرقة السيارات أو الدراجات أو أي شيء أخرى، لكن من الأمور الغريبة التي ربما لم نسمع عنها إطلاقا هي سرقة طائرة بحالها. ففي واقعة غريبة ونادرة نجح لص في سرقة طائرة أمريكية من مطار واشنطن، لكن يبقى السؤال: هل من المعقول أن يستطيع إنسان عادي سرقة طائرة بكل سهولة في أكثر البلدان المنتجة لبرامج الأمن؟ نعم مشاهدينا، معقول. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة في مطار واشنطن في وضح النهار. وضح النهار الفيديو يظهر الشاب وهو يقوم بالسير في منطقة محظورة في المطار ومخصصة أيضا لعملي الحقائب ليركب عربة سحب، ومن ثم سحب هذه الطائرة التي كان يخطط لسرقتها ليركض نحوها ويفتح بابها ثم يدخل إلى قمرة القيادة ليقوم بالتحليق بالطائرة لمدة 73 دقيقة وسط حركات بهلوانية خطيرة انتهت بسقوطه في إحدى الجزر النائية قليلة السكان. فنشاهد هذا الفيديو ونعود إليكم. ليتبين لاحقا مشاهدينا الكرام أن الشاب يدعى راسل، حيث كان يعمل في شركة طيران محلية أمريكية، وأن هذه الحادثة وقعت قبل 4 أعوام، ورغم حدوثها قبل سنوات إلا أن السلطات لم تنشر الفيديو إلا بالأمس. مشاهدينا، ما رأيكم بهذه الحادثة وما هي أغرب حادثة سرقة سمعتم عنها؟